اتهمك انك امتنعت عن دفع وصل الامانة، ما ردك؟ حصل يا بيه، بس انا قلت له لما بيع الطماطم كلها ردوا له فلوسه، واليومين اللي فاتوا كان الجو حر والطماطم كلها باظت، اجيب له منين يا بيه؟ انا راجل على باب الله، يعني النهارده معايا بكره وبعده ما فيش في جيبه ولا ساق، ربنا يعلم الايام بتعدي عليا ازاي انا والعيال. هو المبلغ ده كام؟ 7 جنيه. 7 جنيه؟ عاوز يحبسك قال له 6 شهور علشان 7 جنيه. هو ايه؟ خلاص؟ ما بقناش قادرين نستحمل بعض؟ كل واحد صبر على التاني، ما كانش ده بقى حلنا. اكتب يا ابني. ولقد دفع المتهم مبلغ وصل الأمانة بالكامل، وقيمته 7 جنيهات فقط لا غير، وعليه قررنا إخلاء سبيل المتهم. روح يا عطية. ربنا يعمل بيتك يا بيه وما يرميك في ضيقة أبدا، بس اسمح لي لما ربنا يفرجها أردهم لك. أنا راجل فقير أه، لكن حر، ما قبلش الصدقة، وفي غيري ياما يستحقها. حاضر يا عطية، هستناك تردهم لي. ربنا يعمل بيتك يا بيه. قلت لك قراره جنابك. اخبار حلوه على وشك يا حماصه. بعدين ساعتها 12 شارع باب اللوق.